نتكلم تفصيليا عن فكرة ووحدة لم شمل، ليه؟ والله هي الفكرة جاءت بناء على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله ورعاه بالنسبة لتطبيق الواقع الميداني من داخل مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ورصد قسم الأحوال الشخصية والمواريز كثير من الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذه الوحدة. ففضيلة الإمام رحب بهذا الأمر وقال لابد من النزول إلى أرض الواقع وتطبيق هذا العمل، لأنه الإنسان لما بينزل إلى أرض الواقع العضو بيتعامل في أكثر من حالة. الحالة الأولى أنه هو بيعالج الموضوع دعويا، بيشوف إيه متطلبات المشكلة، بيشوف إيه نوعها، إيه ظروفها، بيتعامل معها إفتائيا، إيه هو الحكم الشرعي المنوط أو المتطلب في هذه المشكلة، بيتعامل تطبيقيا أنه هو بينزل إلى أرض الواقع بيشوف المشكلة وبيتعرف عليها من الزوج والزوجة وأكثر من طرف، بيقوم بعد كده باللي هو الإصلاح اللي هي مختصرها وحدة لم الشمل، لأنه كان فيه لجنة مصالحات، لجنة المصالحات كانت تقف ولم تلم الشمل، فجاء مصطلح لم الشمل بمفهومه الأكبر أو الأوسع اللي به أني أنا لم أقتصر على الإصلاح فقط ولكن على لم الشمل وجمع الأسرة المسلمة أو المصرية. فرحب بالفكرة فضيلة الدكتور أسامة الحديدي المنسق العام للفتوى الإلكترونية، وتشاور مع أعضاء القسم، وبناء عليه جاءت التوجيهات ورصدنا الأسباب اللي من أجلها أنشئت هذه الوحدة. وبعد ذلك يعني الأسباب كثيرة، فإحنا نجد حينما يعني نزلنا إلى أرض الواقع وجدنا أن الأسباب ليست أسباب خلافات أسرية فقط، بل إنما تتعدى الأمور إلى خلافات مواريث أو خلافات ثأرية. كل هذا يعمل عليه ليل نهار مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية. يعني لحظة بس، لحظة خليني أقول مع حضرتك، إحنا دلوقتي المفروض إن وحدة لم الشمل بتحل أي مشاكل؟ هل مشاكل مواريث فقط؟ هل مشاكل طلاق فقط؟ هل مشاكل النزاعات العائلية الموجودة؟ لا، جميع المشاكل الموجودة في المجتمع المصري مهمتها اللي بيحلها وحدة لم الشمل بداخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. لأني أنا حينما أنزل إلى الواقع وإلى الميدان ربما أجد في الأسرة الواحدة أكثر من مشكلة، باجد خلاف بين الإبن وأبوه، وباجد خلاف بين الزوج وزوجته، وباجد خلاف بين الزوج وابنه، وباجد خلاف بين الأخ وأخوه. فأنا لا يتطلب علي أنا كداعية ومفتي ومصلح وعضو في لجنة لم الشمل أني أنا يعني لم أصلح جانب وأترك الآخر، فلابد أني أنا أخلي الأسرة في سياج متناسق متكامل، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فبدرية الإصلاح اللي بتكون في العضو الذي ينزل إلى الميدان وإلى أرض الواقع يكون التوفيق والمدد من الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. الأرقام، هل عندنا أرقام ظهرت على أرض الواقع؟ قدرنا نحل كام مشكلة؟ قدرنا نجمع كام أسرة؟ قدرنا ننهي صراع طلاق كان على بالفعل حضرتك درجة؟ يعني هو كان قبل الشروع في الفكرة والإعلان عنها نزلنا إلى أرض الواقع بالفعل من شهر فبراير الماضي، خذنا شهرين اللي بيها تواصلنا مع الجمهور، شفنا رد فعل الجمهور مدى قابليته للأزهر ومصداقيته ومرجعيته لفضيلة الإمام وإلى الأزهر، وجدنا ما زالت المصداقية قائمة والاحترام المتبادل بين هذه المؤسسة بشيخها حفظه الله وبين الجمهور ما زال موجود. فبهذا يعني إحنا وجدنا يعني أرض خصبة لكي ننزل فيها إلى أرض الواقع. بمجرد أنا أنزل إلى أرض الواقع وأقول أنا ممثل شيخ الأزهر أو ممثل مشيخة الأزهر أو أنا عضو لجنة لم الشمل، فأجد الترحاب بين الأسر. فحينما أدخل أشوف النزاع من أي الأطراف، أحدد الطرف، بعد الاتصال أنا بيجيني الاتصال بحدد معاه المشكلة، بحدد معاه اسم صاحب المشكلة وعلاقة المتصل بالمشكلة، وباخذ أرقام تليفوناته. إذا كان في مشكلة أسرية باخذ رقم الزوجة وباخذ العنوان بتاع الزوجة وباخذ رقم التليفون. إذا كانت المشكلة مشكلة مواريث بشوف الأطراف كلها، بمجرد ما يتصل علي المتصل بشوف علاقته هو بالمشكلة، من أطراف المشكلة كام طرف، بحب أن أتواصل مع جميع الأطراف لأنه ده عاوز مجهود ودراسة. لأن بعد ما تجيني المشكلة بحط على أرض الواقع عندي مع الأعضاء اللي بيها أني أنا بصنفها دي مشكلة مواريث
وهذه مشكلة مثلا مشكلة طلاق، هذه مشكلة خلع، هذه مشكلة سأر، بشوف اللجنة التي تمثل هذا الأمر وتخرج إلى حله إلى أرض الواقع بعد ما أعرض الأمر على فضيلة المنسق العام وأخذ التوجيهات إزاي تحل هذه المشكلة الحل الأمثل من أقرب طريق وفي أقرب وقت، لأنه بذلك نعني يعني بشهادة الجمهور نحن كنا أسرع من محكمة الأسرة، محكمة وهذه شهادة بالفعل، قالوا بأن لنا هذه القضية في محكمة الأسرة أكثر من 3 سنين، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نحلها في خلال 24 ساعة. تقدروا تحلوا كم مشكلة في اليوم؟ على حسب اللجنة الموجودة، يعني حضرتك امبارح كانت في لجنة عندي في الشرقية وانتهت الأمر والحمد لله، وقلت لحضرتك أنه يعني كان في بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل. النهاردة اللجنة موجودة في الإسماعيلية بقيادة الشيخ عبد الحميد متولي اللي هو مشرف الوحدة وعضو المحافظة الشيخ سيد عرفة محافظة الإسماعيلية والمسؤول عن الوجه البحري فضيلة الشيخ عبد الله سلامة، هناك موجودين في هذا الوقت لحل مشكلة هناك في داخل المحافظة.